وسط كل هذا الحزن على وفاة كوبي براينت بهذا الشكل، قيل إن أسباب تحطم طائرته هو أنه لم يتم السماح لطيارها بالتحليق في منطقة كالاباساس التي تقع على بعد 31 كيلومترا شمال مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية. لكن قائد الطائرة لم يلتزم بالتعليمات وأصر على التحليق، ثم انقطعت الاتصالات بين الطائرة وإدارة الطيران المدني قبل أن تتحطم نتيجة اصطدامها بأحد التلال. لكن هذه الوفاة مشاهدينا تركت خلفها الكثير من الألغاز. اللغز الأول هو تنبؤ شخص أمريكي من مشجعي كرة السلة بمصرع براينت إثر حادث طائرة هليكوبتر، وكتب في تغريدة تعود لعام 2012 إن براينت سيموت في حادث بهذا الشكل. واللغز الثاني مشاهدينا كان في لقطة من فيلم رسوم متحركة تم تداولها على تويتر، تظهر تعرض لاعب كرة السلة كوبي براينت لحادث طائرة هليكوبتر أيضا. والغريب أن هذا الفيلم عرض في شهر ديسمبر عام 2017. دعونا نرى. كوبي براينت، help me, just pass me the trophies and we'll pull you out. Pass. أما اللغز الأكبر مشاهدينا فكان آخر تغريدة نشرها كوبي براينت على حسابه بتويتر، وكانت موجهة لصديقه وزميله في لعبة كرة السلة ليبرون جيمس بعد تحطيمه رقما قياسيا بنقاطه في كرة السلة، وقال له براينت: ما زلت تتقدم باللعبة، أي كرة السلة، إلى الأمام الملك جيمس، كل الاحترام لك صديقي، مع هاشتاغ 33,644. والرقم يشير مشاهدين إلى النقاط التي باتت في رصيد جيمس، والغريب أن هذا الرقم هو نفس إحداثيات مكان سقوط الطائرة التي مات فيها كوبي براينت مع ابنته. بالتأكيد هي صدفة ليس أكثر، لكن كل هذه الألغاز مجتمعة شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الذين عبروا عن دهشتهم من ربط الأحداث ببعضها البعض. على أي حال، خالص تعازينا لكل محبي كوبي ولأهله الصبر والسلوان.